بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل مع بعض النهارده الفيديو الثالث في الجول براند. في الفيديو الاولاني اتكلمنا على الجول ستون والاداه بتاع الجول براند والجول ستون، الفيديو الثاني كملنا الجول ستون، النهارده هنتكلم على ستون اون براند. من الحاجات اللي انا بس بحب اقولها، القناه دي او الشرح ده ليكم وبيكم. اي حد عنده اي استفسارات، عندنا قناه اليوتيوب وعندنا جروب الفيس بوك للطلاب. انا مقتنع جدا بقدرات الطلاب وابداعاتهم، فاي طالب حاسس ان في حاجه عنده معلومه ممكن تفيد بصوره ممكن نصورها تنفع يبعتها لي يا ريت ونضيفها مع احتفال برضه الدكتور بيه وهتكون اللي هي منه، بس انا قصدي ان في انتر اكشن بينا من بعض، وفي الاخر بنخدم بعض وبنخدم الطلبه والطلبه اللي جايين بعد ان شاء الله بينا. طيب هنتكلم النهارده على ستون كومن بايلدر، يعني ستون كومن بايلدر يعني بمنتهى البساطه كده، الكود بايلدر كان فيها ستون نزلت وقفت في الكومن بايلدر، هيحصل ايه؟ ايه اللي هيحصل؟ العمليه متوقفه على حسب، لو هي ستون صغيره يعني مثلا 3 مللي او 2 مللي بتتحرك وتروح وتيجي وممكن ما تعملش حاجه، وممكن تعدي من الابوله الغلطه او تعدي من الكومن بايلدر تعدي لها مفيش مشكله خالص، تعمل شويه بيض ولا حاجه خالص. طب لو ستون كبيره بقى تعمل ايه؟ لو ستون كبيره تعمل ايه؟ نركز مع بعض كده، هنسيبنا شويه من الكلام وتركزوا معايا في الصوره. هنرسم ده الليفر اهوت، اهو ده الليفر اهو، ده التوبي بدل ضغط او ده سيستم ضغط اسمه ريجي بلونر، دي الكومن بايلدر اهي، الديودرم اهو كده اهو، كومن بيل دكت بتنزل كده تلتحم مع مجال الدكت عشان تدي ايه؟ تدي اللي هي الاوبننج في الليفر. هناخد اسوأ انواعه اللي هي الستون هنا، لان يعني الستون هنا هتأثر على البنكرياس وهتأثر على الكومن بيل دكت. نمسك واحده واحده. اول حاجه ايه اللي بيحصل؟ لما الستون هنا البايل ما بينزلش، فيبدأ البايل يجمع في الجول براذر. يبدأ البايل يجمع فين؟ في الجول براذر. حلو كده؟ طيب هتعمل ايه في الجول براذر؟ هنقول بعد كده حاجه اسمها كوربازير رو. كوربازير رو ده عالم اسمه كوربازير، ده عالم اصله سويسري، قال له كده قانون للجول براذر شكلها ايه مع الكونستراكتور جيرمز. فكل ما اقول كوربازير رو هقول كوربازير رو هاجل بقى على اشرحه في الاخر. طيب يحصل ايه في الكومن بايلدر؟ الكومن بايلدر هيحصل فيها دايليتيشن. الدايليتيشن ده هيخلي البايل يحصل فيه ستيزس. ستيزس مع اي كومنس اورجانيزم انفكشن يؤدي لحاجه اسمها كولونجايتس. والكولونجايتس دي الانفلاميشن في الدور في الكومن بايلدر، الانفلاميشن الرخم جدا اللي ساعات بيؤدي الى سيبسيميا. طيب الليفر هيحصل ايه في الليفر؟ الليفر الاول بيبقى يلاجن عشان طبعا بيبقى البايلز اللي بيتكون جوه الليفر مش لاقي سلك ينزل فيها. بعد كده لما البايل يتجمع هنا شويه هنا وشويه هنا وشويه هنا وستيزز ممكن يحصل مالتيبل ليفر ابسس، ممكن يحصل مالتيبل ليفر ايه؟ ابسس. البنكرياس احنا اتكلمنا المره اللي فاتت ان المفروض الطبيعي ان البنكرياتيك انزايم اللي بتطلع من البنكرياس ان اكتيفيتد بيجي لها البايل يعمل لها اكتيفيشن عشان تنزل في الكومن كمبيوتر اكتيفيتد. مع ذلك ان البايل ده بهرسكي مفعولة يخش جوه على البنكرياتيك انزايم يعمل لها اكتيفيشن اوفر فيؤدي الى بنكرياتس. يا ده الموضوع طلع كبير او طلع كبير. ستون في الكومن بايلدر بالذات في التمبلنت ممكن تؤدي الى كولونجايتس وسيبتسيميا وما ادراك ما سيبتسيميا، بنكرياتيتس وما ادراك 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 ما بنكرياتيتس، ده كلام ان شاء الله هشرحه بالتفصيل غالبا في الفيديو الجاي، حاجات خطيره جدا. ممكن يؤدي الى مالتيبل ليفر ابسس، ممكن يؤدي الى بيلر سيروزز، اصلا ليفر سيروزز بيؤدي الى حاجات كتير جدا في الموضوع ده. طبعا الباثوفيسيولوجي، ايه الفرق بين الباثولوجي والباثوفيسيولوجي؟ الباثولوجي التشنج بيحصل في اوردر، اما الباثوفيسيولوجي الفسيولوجي الطبيعي ايه التشنج اللي بتحصل فيه؟ انا بس عايز لما اتكلم عن الباثوفيسيولوجي عايز اركز على حاجه مهمه جدا. طبيعه الستون اللي هو الكومن بايلدر طبيعتها بتبقى اوبستراكشن انتربريتد. يعني ايه انتربريتد بقى؟ ركز معايا عشان حاجه مهمه شويه. لو ليه كومن بايلدر وجواها الستون اللي بيحصل ان الكومن بايلدر تقوم عامله كونتراكشن مره واحده تراي انها تنزل كل البايلدر.
لما تعمل كونتراكشن تقوم ماسكه على الاستون. في الحاله دي الكونتراكتد كومن بايت ضغط مع الاستون الاوبستراكشن اصبح كومبليت. واللحظه دي اللي يبقى فيها سيفير بين. طيب بعد فتره الكومن بايت ضغط المسلز اللي في الوول بيحصل لها تضييق فتعمل ريلاكسيشن. فيبدا في مسافه حوالين الاستون اللي تبدا تفضى فينزل البايت. فالعيان يجي الانترميتنت جوندس، يعني جوندس تروح وجوندس تيجي، جوندس تروح وجوندس تيجي. يعني معنى اصح فترات جوندس وفترات تبقى مش يعني مش كومبليت نورمال بس جوندس عادي. بس نلاحظ ان عمر ما الهيموجلوبين يزيد عن 15 مللي بالديسيلتر. طبعا الهيموجلوبين المفروض نورمال من 8 من 10 لواحد من 10، عمره ما يزيد عن 15. طب دي مهمه ليه؟ لان لو اعلى من 15 بقى 20 30 توقع ان الاوبستراكتيف جوندس مش سببها سكون، ممكن سببها حاجه ثانيه، وده برضه هنشرحه مع البنكرياس. طيب نركز مع بعض القصه البسيطه السوشي. ايه الفكره؟ الفكره ان المفروض انا البايت ده بينزل على الجي تي، المفروض ربنا خالق البايت بينزل على الجي تي، والمفروض البلوبين بينزل في الجي تي، يعني المفروض الاثنين بينزل. طيب انت اخدت السكه كده البايل والبلوبين مش هينزل الاثنين، كده البايل والبلوبين مش هينزل الاثنين. طيب ماشي يا عم مش هينزل. مبدئيا ايه كان بيعمل في الجي تي تحت؟ يعني البايل والبلوبين دول اللي كانوا في الليفر وبينزلوا في الجي تي كانوا بيعملوا ايه؟ يبقى اللي كانوا بيعملوه مش هيحصل. رقم واحد. طيب هم ردوا في السيركيليشن. طب ما كده دخل في السيركيليشن حاجات غريبه، هتعمل ايه؟ يبقى الاثيكت ما نزلوش. طيب عدم نزولهم قد ايه؟ طب رجعوا في السيركيليشن رجعوا قد ايه؟ نمسك اول حاجه ما نزلوش. البايب سولت ده يعشق الفات. فالبايب سولت كان بيروح على جي تي يعمل ابزوربشن للفات. ويجي على الفات سولت الفيتامين يعمل لهم ابزوربشن يخليهم يمتصوا بسهوله. حلو كده؟ طيب تاني حاجه ودي مهمه، كان البايب سولت بيروح على الترمالين على التوكسين يعمل لها ايه بقى على التوكسين؟ يعمل استراليزيشن للترمالين، يعني اي اورجانيزم او اي توكسين يتعامل معاه. طيب مركز في الحته دي كده كده المفروض الترمالين لو كملنا الرسمه دي الترمالين دلوقتي هيحصل في الاتي. الفيتامين الفات سولت الفيتامين اللي هم الاي والدي والاي والكي هيجيبوا النهارده الكي هيجي هنا موجود اهو بس مش لاقي حد يبصه خلاص هيمشي الاستريبيشن بتاعنا بس تجاتي عادي. طب ده كان لما كان بيمتص كان بيمتص كان وظيفته ايه؟ لما كان بيمتص كان بيروح على الليفر فالليفر يصنع منه كاربوليشن فاكتور. يبقى الفيتامين كي موجود اي نعم تحت بس ما بيمتصش فالليفر مش عارف يصنع الكاربوليشن فاكتور فالعيان هيبقى عنده كاربوليشن افكشن وهيبقى عنده الكوليسترول بالدبل اكتيفيتي برولونجيت. بس خلي بالكوا بقى العيان ده الليفر كمصنع يقدر يصنع الفيتامين كي والفيتامين كي كاربوليشن فاكتور بس ما عندوش فيتامين كي مش ناقص فيتامين كي. فالعيان ده لو اديته فيتامين كي انت اصلا هيتحسن. ليه هيتحسن؟ يعني احنا مقتنعين ان المصنع كويس بس الفيتامين كي مش موجود. ده رقم واحد. رقم اثنين البايت سولت كان بيعمل ابزوربشن للفات. يبدا الفات اللي هنا زي كان قلنا المره اللي فاتت يبدا الفات هنا مش هيحصل له ابزوربشن ولا ريجيشن. فالفات زي ما اتفقنا هيحصل له فرمنتيشن. حلو كده؟ ويبدا كميه الفات تزيد قوي وتبقى كميه عاليه قوي ويبدا يبقى فيه اورجانيزم شغال. فيبدا الستول هنا يبدا كميته تزيد ويبقى اوفنسيف ويبقى مرضي بسبب ان الفات هو اللي عمل المغزى. فيخلي الفات او يخلي الاسطول بلكي واوفنسيف. طيب دي حاجه ثانيه. حاجه ثالثه دي حاجات مهمه جدا. هنا في التيرمال ايليم في توكسين المفروض التوكسين دي انا خايف لا تمتص في المرض السيركوليشن. انا خايف جدا. فمواد البايوزول تتعامل مع التوكسين دي. البايوزول ما عادش هيروح. التوكسين دي بقى اللي كنت بموتها هتخش في البرد سيركوليشن. هيدي برد سيركوليشن الليفر. هتروح على الليفر. الليفر في المرحله دي كونجستد مش هيقدر يتعامل مع التوكسين دي قوي. يقوم التوكسين معديه الليفر وداخله في السيستمك سيركوليشن.
التوكسين دي تمشي تمشي وتروح في الكدني تترسب تعمل نوع من انواع رينال افكشن، وده نوع من انواع الهيباتوريتال سندروم. نفهم دي كويس، التوكسين اللي كانت موجوده في السمول انتستين كان ربنا مديها التين ديفنس ميكانيزم، يبعت لها البايوسولت ويتعامل معاها في الليفر. التين ديفنس ميكانيزم باظ، وبرضه البايوسولت ما بتنزلش، فالتوكسين دي هتمتص تروح على الليفر. الليفر كونجستد مش قادر تتعامل معاها، تعدي في الليفر، تخش في السيركيوليشن، تروح تترسب في الكدني تعمل هيباتوريتال سندروم. خلي بالك الحاجات دي مهمه ليه؟ لان العيان ده لو جاب وعايز اعمل له ريسستيشن يعني اصلح الموضوع ده، اول حاجه هدي له فيتامين كي انترماسكولار. هدي له بايت سولت اورا، بايت سولت اورا لو اتاخد هيصلح القصه دي كلها. الكدني اللي مترصد فيها التوكسين دي عايز اغسلها، فهدي له ماريتول انترفينس، ودي اهم حاجه. لو جالك سؤال ام سي كيو، اول حاجه تديها العيان كونستراكتيف جونز ري اوبرتيف مانيتول انترافينس، لان هنا الفيلير احتمالاته عاليه جدا. واكثر اوردر بيأثر الكدني حلو جدا، فمهم جدا اول حاجه تتعمل ايه؟ المانيتول. طيب البرومين ما بينزلش. طيب ايه اللي بيحصل؟ البرومين ده كان بورد وينزل يعمل تشينج للكلر بتاع اليورين بتاع الاسطول اسيد، يخلي الاسطول الكلر البراون بتاعه. كده الاسطول مش هيبقى براون. كده الاسطول بقى بين بالكي اوفنسيف، بين بسبب عدم وجود الكلوروبين، وبالكي اوفنسيف بسبب عدم وجود البالك. نيجي على الرد على السيركوليشن. الباير لما رد على السيركوليشن بيعمل ايه؟ الباير ده يقوم رايح على الاس ام بتاع الهارت ياثر عليها يؤدي لبرادي كارديو. يترصد تحت الريسكين يؤدي لاتشي. مهمه جدا اتشي دي. طيب لما يجي ينزل بقى في اليورين، مشكلته ان هو ما بيدوبش في اليورين، ما بيدوبش، فيعمل رغاوي، فتلاقي اليورين بقى في روس يورين براك كده. طيب الهرمون ده لو رد في السيركيوليشن، الهرمون ده بتاع الالوان، احفظوه كده، يعني ايه بتاع الالوان؟ يعني هو كان بينزل تحت يخلي الاسطول اللون بتاعه براون، ما عادش ينزل بقى الاسطول بيه. لما يرد في السيركيوليشن يقوم رايح على اليورين. يروح على اليورين يخلي اليورين دارك. غير بقى الهرمون لما بيزيد في السيركيوليشن يبدا يديني شكل جونس، لان بيعمل يورس ديستوريشن اوف سكيب وسط الاسطول. الحاجات اللي بصت في السيرجي دي مهمه ليه؟ لان عدم كونتراكت جوندس اول ما هيجي لي اول حاجه هعملها احاول ارجع الكلام ده كله لطبيعته، فهيبقى البري اوبرتيف تريتمنت بايل سولت اورال فيتامين كي انتراماسكولار ريبيتد انما، بعمل انما من عشان افضي المستور اللي موجود البارك اوفنسيف دوت، بدي مانيتول وما ادراك ما مانيتول، ادي انتراميلر انت بدل محترم عشان السيبتسيليا والكوميتايتس وما الى ذلك. يبقى ده الباصو في السولوجي. طيب هنيجي على الكومبليكيشن من الباثولوجي. هيحصل بريدنج تندنسي؟ هيحصل ليفر فيلير؟ ستاتوريال؟ كونجيشن في الليفر؟ كولنجايتس؟ اكيد بقى بس على الكومبليكيشن هناخدهم من الباثولوجي. الفكره في الشيء دي بقى في الكورونا بالذات تفهم حاجه تطلع منها حاجات كتير. يعني دلوقتي لما باجي اقول على الكلينيكال بيكشر، اولا الحاله دي اصلها كوليسترول، يبقى هيستري اوف 5F في ميل فاتي في الطري واو، ممكن اسيمبتوماتيك؟ اسيمبتوماتيك، قلنا لو الاسطول صغيره 3 مللي. طب الكوبلين يعني ايه بقى؟ هاجي بالكرنت اتاك اوف بي، نركز مع بعض، كل كيبين في الراجل كونتراكت، كان الفرد للباك، الفرد للشولدر، البين ده وقت اتاك اوف ذا بين العيان يبقى جوندست قوي. طب البين ده على طول ولا انترميتنت؟ انترميتنت، يجي لسه يقول اند بابل ميكانيزم، يجي فتره تقوم بقى قفله جامد جدا كونتراكشن ده السمير بين، ثم ريلاكسيشن البين يخف. اوكي؟ طيب الجوندس، جوندس هيبقى واضح جدا، بس جوندس هيبقى انترميتنت جوندس مهم جدا. انترميتنت ايه؟ جوندس. حلو كده؟ طب الجوندس اليورين هيبقى ايه؟ دارك وفروسي. طب الاستول بارو بيب وفرنسيف وبارك. طب العين ممكن يجي ايه كمان؟ الكورنجايتس بتشخص حاجه اسمها شرق الترايان. يعني عنده بين وفيبر وايه؟ وجوندس. حلو كده، دي كلها كلينيكال بيكشر. كده كلينيكال بيكشر كلها هتيجي برضه من ايه؟ من ربط ان الحاله دي اصلا كل ستون وداخل في الكومن بايل دكتور، هتيجي بيلر كلينيك قريب من بيلر كلينيك بتاع الستون، زائد الجنرال كومبليكيشنز بتاعه الباسف السلمات الباسف السولوجي بتاع الستون كومن بايل دكتور. طيب ممكن العامل هيبقى فيبر؟ ممكن يبقى فيبر. براد كارديا؟ براد كارديا.
بسبب الجلدوز كل ده ممكن يبقى موجود. طب ممكن برادر تحصل ما تحسش؟ والبازلت وهنشرحه في الاخر. كويس؟ طب انفستيجيشن ركز معايا هنا مهم جدا. السيرم دلوقتي السيرم دلوقتي زي ما اتفقنا ما يزيدش عن 10 15 10 هو 10 بكتير ما عادش 15 10 10 مش 10 جنيه. طب في نقطه مهمه جدا ايه الانزيم اللي بيزيد في الاوبستراكتيف جودنس في الليفر وهو مفهوم مشروع مشروع قوي الكاريوستاتيكس. ولكن الكاريوستاتيكس ده ساعات بيطلع من اورجنز ثانيه غير الليفر، يعني بيطلع مثلا من البول، بيطلع من البلاسينتا، بيطلع من اماكن كتير. طب انا لما اجي الكاريوستاتيكس عادي عايز اتاكد ازاي ان هو طالع من الليفر؟ قال لك في اثنين انزيم بيعملوا لما الكاريوستاتيكس يبقى من الليفر اللي هو الجاما جلايكوبات ترانسكريت والفايت داش بروتوكاين. دول الاثنين انزيم رئيسيين بيعملوا لما يكون الكاريوستاتيكس از باك تو اوش. بالاسلوب ده بقى طبعا هيبقى ايه؟ بورلون. هنيجي بقى على نقطة مهمة جدا اللي هو ايه بقى؟ طبعا الالترا ساوند مهم جدا ومشخص. وهنيجي على حاجة مهمة الاي ار سي. الاي ار سي باختصار اندسكوبيك ريتروجريد ولانجو بانكينا دورو. خدتوا الاسم هيجيب منه كتير جدا. نبص ده واحد اهو بدخل اندسكوب في بقه اهو على الاسوفيجاس ثم الاستومك ثم الديودرم. حلو كده؟ هو ده بتاع الديودرم. الديودرم المفروض في نص السكن اهو الديودرم نفس الناس بتاعته عشان تتوضح. بس دي من الحاجات المهمة جدا لازم نفهمها كويس. ده الأسود بس هو ده الأسود بس ستومك ديودرم ده هم بقى الضغط اهيت ده انا بخش الاندوسكوب اهو كده اهو ماشي اهو 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 يجي هنا المكان الفتحه بتاع الكومن بايت ضغط الديجرام بتبقى سبحان الله كده حته الليفيتد عاليه كده في نصها فتحه. يعني المفروض انا من جوه تبقى الفتحه داخله حفره، يا سبحان الله ربنا خلى ايه؟ خلى الجلوكوزه تعلى وفي نص فتحه علشان تقدر الاندوسكوب يربطها. عارفين لو تخيل كده بسيط دايما النمل لما بيعمل بيت بتلاقي النمل كده يعمل رمل كتير كده او تراب كتير وفي نص في خرم جوه ده في نص الارض. فبقدر اجيب الحته دي، اول ما اجيب الحته دي يقوم الاندوسكوب داخل هنا. يدخل هنا يعمل ايه؟ اول في بدايه الاندوسكوب خالص في بدايه الطريقه دي اول ما عملوها كان بيخش يحقن ضاي هنا وضاي هنا بس يحقن ضاي هنا والله الضاي كنا في ضغط طبيعيه الضاي هتتحرق وتتصور عالي خالص. انما لو انت عندك ستون هنا كان بعد ما يحقن الضاي تلاقي في حته كده فبتشوف ده ضاي ده معناه ستون. ومنها جه الاسم ده ازاي؟ انا داخل بايه؟ الاندوسكوب. طيب انا داخل على الكومن باين ضغط من تحت ولا من فوق؟ بمعنى وانا داخل كده في اتجاه الباين الطبيعي ولا عكسه؟ ده عكسه يبقى ريتروجريد. طب انت بعد ما تدخل هتعمل ايه؟ هيحصل فين يا عم؟ الكومن باين ضغط مكان الضغط يبقى كولانجيو بانكريتوجرافي. ده الاسم جاي من هنا. ولكن بقى الموضوع ادفانسد قوي وبقى وهم بيخشوا بالنظار ممكن يدخلوا الات، الالات دي تتعامل مع باثولوجي جوه كومن باين ضغط. لحظه لحظه لحظه، يعني انت كنت الاول بتخش بتقول تحقن صبغه وتشوف اشوف يعني ايه؟ اي يوم من الاورجن يا جماعه، اي يوم من الاورجن لو جواه ستون لو حقن صبغه، الصبغه هتمشي في كل من الاورجن وتسيب حته في الستون كده فاضيه مش هتروح بعيد. غالبا الشريحه جايه فيها الصوره اللي انا عايزها اهو. ده المنظار بتاع الاي ار سي دي اهو، ده المنظار اهو. وشايفين ده كومن باير ده في حته صفرا هنا وحته صفرا اهو، بيس 2. يبقى هو كان الاول دياجنوستيك بس. لما طوروا في الشغل بقى بيخش من خلال المنظار بآلة، الآلة دي ممكن تتعامل مع حاجات جوه الكومن باير ده. يبقى بقى كمان سيرجيتك. نبص على الصورة دي حلوة قوي، بص على الصورة دي كده. ده الحته اللي قلت عليها الميجر الثاني ما بيننا دي الاليفيشن بتاع الجلوكوزا وفي نص الفتحه اللي منها نخش على الكومن باير ضغط مش هتروح بعيد. ده منظر اندوسكوب اهو
ده الفيجوال اللي بتبقى بابيلا ودي الفتحه اللي ايه؟ اللي في النص. طيب الاير سي بي بيعمل حاجات جدا بيجنوستيك وحاجات، ومن ضمن الحاجات اللي بيعملها ايه؟ بص بقى من ضمن الحاجات اللي بيعملها لو انا عندي هنا مثلا تيومر في البنكرياس هقول لك اهو، والتيومر ده ضغط على الكومن بايل ضغط فاقفلها، فيقوم هو داخل حاطط ستنت. ستنت دي حاجه ريجن عامله بالظبط، عارفين الانبوب بتاع عالم الجلد زي بالظبط، يقوم غازل الستنت كده. الستنت ده ميزته انه مش هيضغط عليه التيومر ويسمح بالبايل بالنزول. يبقى انا كده عملت حاجه مهمه جدا، ان عندك كانسر ليكو بكتيرياس بعد ما كان التيومر عند الجندس وعند ممكن الجندس ممكن هو العيان، انا على الاقل قممت الجندس عن طريق الستنت. طيب بيعمل ايه كمان؟ بيتعامل مع الاسبون اللي جوه كومن باين بارت. بيتعامل معاها؟ اه هقول دلوقتي حل اهو بيتعامل معاها ازاي؟ هقول حل اهو بيتعامل معاها ازاي؟ حلو كده؟ طيب ده الاي ار سي بي. ما قبل الاي ار سي بي كان في انفستيجيشن ثاني بيتعمل وما زال بيتعمل دلوقتي برضه بعض الاماكن اسمه بي تي سي. هنفهمه برضه البي تي سي دوت. وانا هنيجي للبي تي سي. بصوا كده ده الليفل. ده الليفل. وده الهيباتيك ضغط. ده الكومن بايل ضغط وده الايه؟ الجود ضغط. طيب تيجي على البايل ضغط دي، البايل ضغط دي تبقى بايل ضغط تبقى رفيعه كده. كده عامله كده. البي تي سي بيعمل ايه؟ بصوا يا جماعه الليفر المفروض هنا اهو دوت بيبقى فيه كمية اكسترا لاين بيجي عند الفيفس انتركوستال سبيس يقوم داخل في انتركوستال مصل ومنها يخش على الليفر يخش الابره. الابره دي يخش بيها على الهيباتيك او البيلي راديكال. كلمه البيلي راديكال يعني البايندر بيلو الصغير اللي هو الليفر ويقوم حاكم فيها الصبغه. تخيل بقى انا معايا عندي اسلوب هنا هنا في الحته دي تقوم الصبغه ماشيه كده 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 وتيجي هنا تقف تلاقي بقى الليفر كله الباندر التكوين بتاعته واسعه وتلاقي الكومن باندر واسعه من فوق ووقفت الصبغه. طبعا ده انفيزف شويه لانك انت بتعمل فتح جلد. العيان ده لو الظروف بتتابعه الايد بتاعته وقع وده متوقع عشان تحط جندس ممكن يعمل بليدنج يعني انفيزف شويه. ده مش تربيتك زي حاجه مهمه جدا لازم تبقى البايل دكتيون دي البايل دكتيون الطبيعيه ما ينفعش تخش فيها ابره لازم تبقى البايل دكتيون واسعه. طب اعرف ازاي انها وسعت؟ بعمل بري اوبر في الالترا ساوند. الالترا ساوند دي بيقول لك البايل دكتيون واسعه. ده فكره البي تي سي. في فكره اقوى واقوى بقى الاي ار سي بي الام ار سي بي. ايه الام ار سي بي دوت؟ بص يا جماعه الام ار سي بي ده ثوره في عالم الام ار اي. انا بعمل ام ار اي بحيث الام ار اي لما يروح على الليفر يروح على الكونتراتر يروح على البنكرياس اي استراكشر يجيله اصلا فيما عدا البايل يجيله ابيض. يعني هو بيروح كده يبقى ام ار اي الليفر يجي اصفر الكولون يجي اصفر الاستومك يجي اصفر كله اصفر انما الاماكن اللي فيها بايل تبقى ابيض. يعني معنى كده ان هيجيب لي بياض البايل في الليفر ثم بياض البايل في الكومن بايل ده ثم بياض البايل في الدينم. طب لو لقيت البايل كله جه عند نص الكومن بايل ده كويس مستراكت الجونس. يعني بصوا كده على المنظر ده ده ام ار سي بي واحد نمبر ده الكومن بايل ده اهي 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 ده البايل ده اهي وده البايل اللي موجود هنا. طب ما هو معنى كده ان لو العيان اللي عنده سوبر كومن بايل ده هيلاقي ان البياض هيجي عند هنا ويقف. طب ما هي حلوه اهي ومش انفيزيف. يعني ايه اصل في برضه انفيزيف قال لك بس دي دايجنوستيك مش سيرفيتيكال. ايه اصل في بتخش تشخص وفي احتمال المعالجه هتقول ده احتمال المعالجه ازاي؟ دي كلام الانفستيجيشن بتاعك او الانفستيجيشن بتاعك. طيب التريتمنت دي نوبل ديفيجريشن مش هشرحها ليه؟ لان نعيد البصمه فيسيولوجي في مشكله في الرينال يبقى انتيبيوتيك في مشكله في الكولونجيتس يبقى انتيبيوتيك في مشكله في الفيتامين كي مش موجود الفيتامين كي اصفر انت اصفر في مشكله في البايلسون دي اورا يبقى كل المشاكل اللي حصلت حاول اصلحها ثم اتعامل مع الحاله ازاي؟ نركز مع بعض نتعامل مع الحاله ازاي؟ انا عندي دلوقتي مشكله عاجله ومشكله مؤجله. ايه المشكله العاجله؟ المشكله العاجله ان انا عندي ستون في
كومن بايل دكت، عندي سبوت كومن بايل دكت، دي مشكله عاجله بالدكتور دكت، مشكله معجله عند المصنع بتاع السبوت اللي هي بتبرد. احل المشكله دي على مرحلتين، دلوقتي بتعمل على مرحلتين، مرحله سريعه وسهله وكويسه جدا ومفيش مشاكل على العيان، اللي هي اعمل ايه؟ اخش الدي ار سي بي. اخش الدي ار سي بي. الدي ار سي بي يقوم داخل جوه يلاقي الستون ياخدها وينزل بيها. ياخدها وينزل بيها. طيب بعد ما تشيل الستون كده خلاص العيان بقى عادي. اي نعم لسه عنده كوليسترول بس بقى عيان عادي. حلو كده؟ بعد ما اخلص واشيل الدي ار سي بي استنى على العيان مثلا اسبوع اثنين ثلاثه واخش بعد كده اعمل له كوليسيستكتومي. حلو؟ ده اللي بيتعمل بنسبه 1000% بنسبه عاليه جدا. نشوف مع بعض الصوره توضح قوي، ركزوا معايا قوي. بصوا كده. انا دلوقتي دخلت اهو حددت اماكن مكان اللي انا هخش بيه منه على طول بره بره، ركزوا معايا قوي. الفتحه دي صغيره بدليل ان الستون اللي متعلقه فوق هنا ما نزلتش. يعني الستون دي اللي متعلقه فوق دي حاول تعدي الفتحه دي ما نفعتش. فيقوم الاندوسكوب عامل ايه؟ بيبقى في هنا كده حاجه زي مشرط كده. يقوم موسع الفتحه السبكتروتو، يوسع الايه؟ الفتحه. ليه بيوسع الفتحه؟ عشان لما يخش جوه يجيب الستون يعرف يجيبها وينزل. فيحصل منظر اهو. اهو دخل اهو دخل الفتحه اهو. دي اللي بتبقى حاجه عامله زي المشرط كده. يقوم قاطع موسع الفتحه. شوفوا الصوره عشان تتكلموا ولا تتخيلوها. وسع الفتحه اكتر واكتر اهو. بعد ما وسع الفتحه اكتر واكتر دخل. الستون بيبقى في الكيانس كده حاجه عامله زي الشبكه كده. تقوم لقطه الستون ونازله بيها. تقوم لقطه الستون ايه؟ ونازله بيها. هو بالمنظر ده كده بالظبط. اهو زي ما انتم شايفين نازله الستون ولا نازله ايه؟ نازله بيها. كويس؟ طيب انا الحته دي برضو عشان اهميتها نشوف مع بعض كده فيديو. بصوا كده اهو دي اللي بيفتح يوسع السفنكتر، يوسعه اهو اهو بيوسع السفنكتر وداخل بحاجه عامله زي الباسكت كده اهو. بصوا هتشوفوا شوفوا هو داخل ده ايه؟ داخل ده جوه اهو اهو. شوف في سفر بدا يجي الباير اهو. بص على السور وهو نازلها اهي. دي السور اللي نازله عشان السور دي كده قد ايه؟ يبقى الاول وسع السلكتر ودخل جاب الباير ايه؟ والطريق. طيب بعد اذنك يا باشا يا دكتور دلوقتي طيب لو الاي ار سي بي مش موجود او الاي ار سي بي فين او بمعنى اصح ما قبل الاي ار سي بي كنت بتعمل ايه؟ يعني انا ما عنديش اي ار سي بي بعمل ايه؟ بنقوم داخلين فاتحين الكومن باير دكت زي ما انتم شايفين كده. فاتحين الكومن باير دكت فاتحين عاملين عمليه بقى ايه الكومن باير دكت؟ مطلعين الاسطول. بس انتوا خايفين من ايه؟ والله خايفين ان بعد ما بشيل الاسطول ممكن الاسطول ده صغيره تكون موجوده تنزل كده. فاو او مخير الكومن باير دكت ده هنا في الديودرم دي. يعني بعد الوصله الجديده ارتفيشال بين الكومن باير دكت والديودرم الفتحه دي بتبقى واسعه. فكده الباي بديله فرصه ان يمشي في مكان واسع بدل يروح على المكان التاني. شوف كده كده اهو. انا شفت الستون اهي دي فتحه في الكومن باير دكت دي فتحه في الديودرم وخدت الاثنين مع بعض. اهو كده اهو بسميها اهي بالمنظر ده كده. خيطتهم مع بعض خالص اهو اسمها كولوكو ديدروستومي. اسمها كولوكو ايه؟ ديدروستومي. اوكي؟ يبقى ده هو القصه بتاعت الستون كومن باير دكت. وكده البيلري او الدور رادر الحمد لله احنا خلصناه طبعا خلصنا الحاجات الاساسيه اللي فيه. لو في اي حاجه في الدور رادر الثانيه مهمه عندكم انا برضه ارجع بعيد ثاني انا بشرح على الدرجه الاولى. الحاجات اللي مكتوبه من طالب البكالوريوس ده ما يمنعش ان الشرح ده الارض ده ما يمنعش ان الشرح ده يفيد اي واحد ماجستير او دكتوراه لانه بيشرح البيزك. لو في اي حاجه عايزينها في البيلري اكتر من كده في الدور رادر يعني ابعتوا لي على اطباق الفيديو او على الجروب بتاع الواتس الجروب بتاع الفيس الوزاري وفضل الله ما فيش مشكله خالص. ان شاء الله بإذن الله على طول نشرح كده. شكرا جدا.